نوع التاج الذي سترتديه فتاة الأسنان في رأيك؟ لست واثقة. وثوبها، لطالما تمنيت أن أعرف كيف تبدو فتيات الأسنان. وأنا أيضاً. أيمكن أن ننام أنا ورومبا هنا الليلة؟ فكرة رائعة، يمكننا دعوة الجميع. نعم، حتى يراها جميع الأصدقاء. أهلاً كرز، أهلاً أرتشي، أنا ولين أعددنا كعكاً لفتاة الأسنان. هل لي بواحدة؟ آسفة يا أرتشي، هي لفتاة الأسنان. مرحباً. حان ميعاد وضع لافتة لفتاة الأسنان. مرحباً بالجميع، هل هذا هو المكان يا لين؟ نعم، الآن ستستطيع إيجاد فتاة الأسنان. زائرتك تعرف طريقها بالتأكيد لو كانت تنوي زيارتك. نعم، لكن فتاة الأسنان منشغلة للغاية، وأنا أريد مساعدتها بقدر الإمكان. شكراً يا بينون، هل تريد أن تأتي لترى فتاة الأسنان؟ نعم، سوف نبات جميعاً لنراها. كل ما هنالك يا لين، سمعت أن فتاة الأسنان تأتي فقط حين تنامين. لكن كيف سأراها بينما أنا نائمة؟ سأساعدك، سوف أجعل نفسي غير مرئي. حين أختفي لا يستطيع أحد أن يراني. فتاة الأسنان لن تعرف أبداً أني موجود. هذا إن أتت بالفعل. حسناً، إذن أرتشي سوف يخبرني كيف تبدو حين أصحو في الصباح الباكر. بالتأكيد. ما هذه الأشياء اللامعة؟ فتاة الأسنان ستتبع الآثار اللامعة حتى تصل إلى وسادتي. سوف تبدو مذهلة. ستبدين سخيفة لو لم تأتي الليلة. مؤكد ستأتي. هذه قصيدة خاصة للترحيب بفتاة الأسنان. قصيدة؟ يا فتاتي اللامعة، أكانت رحلتك رائعة؟ أتمنى ألا تكوني أتعبت جناحيك لتأتي لأحبابك. أهلاً بك في حديقتنا، هيا أريحي عصاك وافردي جناحيك. ربما أكون ذات يوم مثلك، لذا أخبريني بأمورك السرية. أنا لم أنتهي بعد يا بينون. وأخيراً بعد أن قطعت كل هذا المشوار فلتخبريني بكل الأسرار. عصاك مصنوعة من الصفصاف، فهل تضعينها فوق اللحاف؟ لا تحضري لي غطاء، فأنا سأبقى مستيقظاً ومستعداً لرؤية فتاة الأسنان. شكراً أرتشي. أهلاً رومبا، ماذا كنت تفعل؟ كنت أدغدغ بلبلة. ماذا؟ لا عليك. فتاة الأسنان، انتظرت طويلاً لأراك، والليلة سوف تأتينا للقائي. من الأفضل ألا أنظر. لا تنظر إليهم. كلا، لقد نظرت إليهم. فتاة الأسنان بالتأكيد لن تمانع إن أخذت كعكة واحدة صغيرة. أرتشي، لا تحدث ضوضاء. أرتشي، هل أنت بخير؟ لقد أيقظتني، أنا مستيقظة. الآن لن تأتي فتاة الأسنان. هدية بسيطة من أجل نزهة إفطار فتاة الأسنان، هل ستعجب لين؟ أنا أثق في ذلك. أريدها أن تكون سعيدة، أنا نادم لأني أيقظتها. لا عليك يا أرتشي، لا أظن أن فتاة الأسنان كانت ستأتي. اسمعوا، لقد جاءت. انظروا، تركت لي فتاة الأسنان هذه الأشياء ومعها صورة جميلة لها. ماذا؟ رائع، لقد جاءت، لقد جاءت حقاً. أين تلك القصيدة؟ هنا. لدي سن ستنخلع أيضاً. أيتها الأنسة، يا فتاتي اللامعة،
أكانت رحلتك رائعة؟ أتمنى ألا تكوني أتعبت جناحيك لتأتي لأحبابك. أهلا في حديقتنا، أريحي عصاك وافردي جناحيك. ربما أكون ذات يوم مثلك، لذا أخبريني بأمورك السرية. عصاك مصنوعة من الصفصاف، فهل تضعينها فوق اللحاف؟ هذا أفضل. تلألئي أيتها النجوم. هل ستأتي للنوم يا رومبا؟ قضيت وقتاً طويلاً تنظر من التلسكوب. أنا أتأمل كل النجوم. انظري، يمكنك رؤيتها. رائع، انظري إلى هذا. ماذا هناك يا رومبا؟ نجم ساقط. رائع، كان هذا مذهلاً. تظنين الآخرين رأوها؟ سنكتشف هذا في الصباح. كانت عشرة على الأقل وشديدة اللمعان وساحرة للغاية. مرحبا روزي، مرحبا رومبا، هل رأيتما النجوم الساقطة؟ نعم، كانت جميلة، أليس كذلك؟ كنت نائمة، لذا لم أرها. يمكنك أن تراها في كتابي هذا. شكرا يا رومبا، ربما تعود مجددا الليلة. ترى أين تذهب النجوم الساقطة؟ أين؟ حسنا، إنها إنها هل تعرف يا فكري؟ حسناً، النجوم الساقطة تبتعد لتتلاشى في الفضاء أحياناً، وأحياناً تسقط على الأرض. هل تعني أن النجوم ربما تكون سقطت هنا؟ أعتقد هذا. يا كرز، أيمكنني أن ألعب بكرتك؟ بكرتي بالتأكيد. احترس يا ونيس. أنا بخير، أنا بخير. ربما تحتاج إلى بعض الدروس في فنون ومهارات كرة القدم. إذن أين لين؟ كانت هنا منذ دقيقة. أتمنى ألا تكون حزينة لعدم رؤيتها للنجوم الساقطة. كانت الوحيدة بيننا التي لم ترها. هيا نسهر جميعا ونبحث عن النجوم الساقطة الليلة. نعم، فكرة رائعة. مكتوب في الكتاب أن ما نراه في السماء ليست نجوما حقيقية موجودة. إنها مجرد أشعة شمس. أوراق شجر. أيتها النجوم الصغيرة، سأعتني بكم. مصباح جاهز. فرشاة أسنان جاهزة. لين لا، روزي، رومبا، انظرا ماذا وجدت. ما هذا يا لين؟ نجوم، لقد وجدتها في الحديقة. إنها النجوم الساقطة التي شاهدتموها تسقط من السماء أمس. أواثقة أنها نجوم متساقطة؟ نعم، فكري قال إنها تتساقط أحياناً على الأرض، لكنني قلقة لأن ضوءها يخفت. أين يجب أن أحتفظ بها في رأيكم؟ النجوم توجد في السماء. إذن فلنعيدها إلى السماء. نعيدها إلى السماء؟ وكيف يمكن أن نفعل هذا؟ هل يريد أحدكم اللعب؟ تادا! إليكم جهاز إطلاق النجوم. هيا بنا إلى ساحة اللعب حتى نجربه. استعدتوا؟ والآن 5، 4، 3، 2، 1، انطلقوا! انطلقوا! إنها ترتفع في السماء! انطلقوا! لم ترتفع بما يكفي. نجومي!
ما هذا الصوت؟ نتعرض للهجوم! هذا يدغدغني. نجومي، هل ما زالت بخير؟ تبدو في حال جيدة. نجوم؟ لكن الليل لم يحل بعد. إنها النجوم الساقطة التي رأيناها ليلة أمس. لين وجدتها وكنا نحاول أن نعيدها إلى السماء ثانية. أظن أنها تتلألأ مثل النجوم. لماذا تقول مثل النجوم يا فكري؟ أليست نجوم؟ إنها ليست نجوماً، لكنها شيء مميز مثلها. هذه تسمى شرانق. ماذا؟ هذه شرانق، أتعني أنها البيوت التي تصنعها اليرقات؟ قبل أن تتحول إلى فراشات؟ وليس فقط إلى فراشات، فاليرقات يمكن أن تتحول إلى كل أنواع الحشرات الطائرة. رائع، ومتى تفقس؟ لا أعرف، ولكن إلى أن تفقس ربما علينا أن نعيدها إلى أغصاني. تراجعوا، أنا الشخص المناسب لهذه المهمة. إذن هي ليست نجوما حقيقية بالفعل؟ أينبغي أن نخبر لين بمفاجأة النجوم؟ يا لين. روزي؟ ما الأمر يا رومبا؟ لو ستصيرين نجمة، أي نوع من النجوم ستختارين؟ أختار أن أبقى نجمة في السماء تتلألأ. ألا تظني أنك ستملين؟ أعتقد أنني سأكون نجماً متساقط، أو ربما سأكون نجماً متقافز. نجم متقافز؟ ألا يوجد هذا؟ سأكون نجماً متقافزاً جيد. انظري، بوينغ بوينغ بوينغ. ربما يمكنك أن تكون نجماً نائماً يا رومبا. أعتقد أنك محقة. بوينغ. رومبا مريض للغاية. أبعديه من هنا، أبعديه من هنا. فلتهدأي إذن يا بلبلة. قد نصاب مثله بما هو مصاب به، فلن نذهب إلى حفلة الحشرات الخفيفة. إنه فقط زكام. فقط؟ الزكام لا يقال عنه فقط. هيا هيا أيتها الأوراق السخيفة. هل أنت بخير؟ لا بأس يا رومبا. ماذا تفعل خارج السرير؟ آسفة يا روزي، لم... ليست غلطتك يا لين، أنا أردت التنزه، لكن ربما علي فعلاً أن أعود إلى السرير. نعم، هذا أفضل حل. هيا. لا أمل لي في الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة يا روزي. لا أظن ذلك يا رومبا، لكنني سأبقى هنا معك. لا لا، اذهبي أنت يا روزي. لا لا بأس، غيرنا أيضا ستفوته الحفلة. أرزا لن تستطيع أن ترى حفلة الحشرات الخفيفة من مكانها. صحيح، أتمنى لو أن الحشرات الخفيفة لا تطير فقط حول الملعب، أعني لو أنها تطير في الحديقة، فقد أراها أنا وأرزا بسهولة. يا رومبا، أنت فعلاً على حق، علي الوصول إلى الملعب قبل فوات الأوان. ابقى هنا واسترح، سأعود سريعاً، أعدك. أتشو. لن أرى حفلة الحشرات الخفيفة أبداً، ولكن أرجو أن يفرح بها كل من يراها. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حشرة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة الحشرات الخفيفة. أين هي؟ هيا
بعد لحظات قليلة. إشارة يا بلبلة، مفهوم؟ الآن يا بلبلة، الآن هيا جميعاً اتبعوني. روزي روزي، هل هذه الحشرات الخفيفة؟ تعال وانظر، إنها مدهشة. أوه واو، شو؟ هيا بنا. شكرا يا روزي، أنت مدهشة. حسنا يا بلبلة، المحطة التالية. لقد نجحت خطتك يا روزي، الحشرات الخفيفة لا يمكنها الابتعاد عن البراعم اللزجة بالفعل. رأيت أمورا مدهشة كثيرة، والآن بفضلكم جميعا رأيت أمرا جديدا. لكن لماذا علي البقاء في الفراش يا رومبا؟ لست مريضة كما كنت أنت. ليس لأنك مريضة، إنها هدية لك لاهتمامك بي. لم أكن مريضاً لطيفاً، أليس كذلك؟ لا. أوه، هذه أزهار جميلة وعصير ولبن وقطعة حلوى. شكراً يا رومبا. ماذا؟ هناك شيء آخر قد يجعل هديتك فعلاً مميزة. هل تحضر لي بعض البرتقال الأزرق من فضلك؟ ها؟ برتقال أزرق؟ أنا غلبتك. أرأيت؟ أنا أيضاً لست مريضة لطيفة يا رومبا.